ايه يا سمين؟ يا لهوي، ده داخل عليا دلوقتي ايه فيه؟ باي. عامله ايه؟ كويسه. وانا كمان كويس. مش مهتمه حقيقي. لا مهتم، نصابه. بس عادي، اي ريليشن بتبدا في الاول كده، بس بعد كده بكتشف ان الجواني بتاعك عكس البراني، وانك جو بنات. عارفه باجي عندكم الجامعه كتير بس مش بلاقيكي. بتبقي فين يا عفريته؟ وزيرة في تالتة بوليتيكال ساينس، يعني وقتي مش ملكي، مش المعهد بتاعك اللي مخليك فاضي طول اليوم. محصلة بعضها. في النهاية هدير بيزنس بابي، يبقى أوجع دماغي ليه؟ بابي وجهة نظر برضو. شكلك كده بتحبي وجع الدماغ، مذاكرة وحل شيتات دراستي أنا اللي مختاراها، يعني محدش جبرني عليها تماماً. باي ذا واي، في النهاية برضو محصلة بعضها، آخرتك بيت وجواز وخلفة. لا، أنا هشتغل في الخارجية. بس انا مش هقبل ان مراتي تشتغل في الخارجيه. ربنا يوفقك وتلاقيها يا عم. الاقيها؟ امال احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ دي مش وقفه اتفاق دي؟ اتفاق ايه؟ بقول لك ايه، نسيت اقول لك، موضوع الخلفه انا مش هاجله. هتقولي لي لسه صغيرين عايزين نقيس سننا؟ ام سوري. وبعدين معروفه البيبي بيجي بارزاقه. انا مش عارفه اقول لك ايه حقيقي. بص يا بودي، يعني عايز اقول لك على حاجه. انت شاب، اي واحده في الدنيا تتمناك. شور طبعا، بس يعني انا عشان بحترمك وبقدرك انا مش عايز اخدعك فيا اكتر من كده. انا في شاب ضحك عليا وتغرغر بيا واتجوزني في السر، بس يعني ارجوك استر عليا وما تقولش لحد. هايل، بتحكي لي كل مضيق القذر. بس اتس ايزي، نبدا ورقه جديده مع بعضينا. ما عندكش دم. بص يا بودي، أنا عشان بحبك وبقدرك بس، يعني أول ولد هخلفه من الشاب ده هسميه على اسمك، بودي. بس أنا اسمي الحقيقة عبد الرحمن. ولا أنت اتجننتي؟ أنت إزاي عملتي كده؟ لا 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 لا، كان لازم تشوفي وشه وهو شبه الكتكوت المبلول. يا بنتي أنا اللي عايزة أمثل مش أنتي. مش مصدقاكي بجد. طب اعمل ايه؟ قلت دي اسهل طريقه اخلص بيه منه ومن ماما مره واحده. طب انتي مش خايفه يدور بقى يحكي الكلام ده في الجامعه كلها؟ يعني باين قوي ان انا عايزه ازحلقه. افتكري في حد هيكون ضحك عليا واتغغر بيا مثلا؟ في ياسمين مالك، ما تفوقي معايا شويه. استني بقى لما بيبو يسمع القصه دي هيموت على روحه من الضحك، بيموت في النمر دي. بمناسبه بيبو بقى، يعني هشوفه امتى؟ انتي قلتي ان انا هشوفه. ياسمين خفت شويه. ها، الراجل لسه راجع من السفر ومش قدك. طب ايه، هننزل النهارده؟ لا، ما اظنش خالص ان هم ينزلوني اساسا، ولا ليا خروج. يلا.